ويلي وما الحلوى أنا سليم سأعالج بعلاج لا تشفي بعده يوما ما. انظرا هنا الحل، الحية السوداء شفاء من كل داء. حية وين طاقيتها؟ لابس طاقيتين ما شاء الله. نعم هي أسرع طريقة، أسرع طريقة حط طاقيتين. كيفكم يا شباب؟ وين رايحين؟ تكريم من المعهد. نعم ما شاء الله رايحين تتكرمونيكي ويحفظكم للقرآن الكريم ما شاء الله. الله ينور عليكم وينور قلوبكم. نعسان عمل؟ نعسان عمل؟ Yeah.
أيها الإخوة الكرام، ونحن في أشد الحاجة إلى أمثال هذه المراكز. يجب علينا في كل منطقة أن ننشئ مركزا لأولادنا، فالولد اليوم لا يجد المكان الذي يتربى فيه. إن كان في المدرسة وإن كان في البيت وإن كان في أي مكان، والدين النصيحة، وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. كل منا يبحث عن عمل دنيوي ليسد حاجته، ولو أننا تعاوننا بافتتاح مراكز كهذه المراكز سنجد الخير في أولادنا. فخير ما يتركه الأب لأولاده الأدب والصلة مع الله عز وجل. المال للدنيا نزل من بطن أمه بلا مال، وسيخرج من الدنيا بلا مال. وهل رأيتم ميتا يأخذ معه محفظة لقوله؟ أبدا، لن تنزل إلى القبر ومعك محفظتك. ف
فستترك المال وسيقول الناس رحم الله من ربى. ينظرون إلى ولدك فكلما رأوا الولد تذكروا الوالد ويقولون الذي خلف ما مات لأن ولده سيحيي فكره وسيتكلم الناس عن الآباء بأخلاق الأولاد فالولد مرآة أبيه وخير ما تتركه له كتاب الله عز وجل. أقبل الطلاب في الصيف عندما قررنا افتتاح الدورة نحن كان مرادنا 150 طالب فقط وإذا بالعدد يتجاوز حتى صرنا نعتذر وصار الأب يقول أخي أنا أرضى بيعود ابني على الأرض نقول له ليش هالبق يا أرض تعال انظر نحن أجلسنا على الأرض وعلى الكرسي وعلى الرف وما في محلها فهو يقول افتحوا مركز ثاني أبشر نحن مستعدين نفتح 50 مركز بس هذا المركز خلال الشهرين تلفنا شي 150,000 مين بيدفعه؟ أنا مستعد إذا في مسلم بيدفع مصاري الترخيص موجود الأستاذ الذي سيفرغ الساعات تبعاته للتعليم عم يأخذ أدنى أجر ما عم نعطي نحن الكفاية عم نعطيه أدنى أجر وعم ينفق علم هو فنحن بحاجة إلى مساعدة في المال فبعض الناس يقول يا أخي حكينا حتى شبعنا ونشرنا على الوتس وعلى الصفحات يا عباد الله دعوا شوفوا أحوال المسلمين هنا ما في أحد لا حياة لموت ولذلك يا إخوة أنا أقول لكم نحن في الشتاء سنفتح دورة لهؤلاء ولكن على قدر صارنا ما أدري ليه أنا ما أستطيع أن أركب ديون على نفسي من أجل ابنك وابني كنا نتساعد جميعا إن شاء الله حتى تبقى الدورة مستمرة هذا الولد الذي حفظ 5 أجزاء إذا ما استمر بالدورة لحينساهم يكون أنت السبب مو أنا لأنه أنت ما تابعت معه أحدنا يسجل ولده في الروضة 1000 ليرة بالروضة من الشهر وهي كمان الروضة اللي ما عدا أجرة الباص رضيان أقول والله يا أخي عم يخدمونا يعني بيريحونا ساعتين من الولد الله يسلمنا يا هنا طيب هذا الشهر ما بده مني يريح كمان تفضل وهكذا فنحن نقول يا أيها الإخوة وتعاون على البر والتقوى نحن فعلنا حل المشكلات تبع المدارس يا أيها الإخوة الإنسان الذي عنده ولد صار الصف التاسع الآن يجب عليك أن تنتبه له يلي عمره 15 سنة إلى نهاية الثانوية هذا أخطر سن بالنسبة له ماذا فعلنا نحن في معهدنا؟ استقبلنا هؤلاء يدرسون عندنا من الصبح إلى الظهر في العلوم العربية والشرعية ويسجلون في التعليم المفتوح مساء والحمد لله فيأخذون الثانوية ويأخذون العلم والأدب والأخلاق والتزكية وبيأخذ البكالوريوس ويفوت على الجامعة والذي يريد أن يرى نماذج وما نحكي بدنا نسوي سوينا عندنا 25 خريج من المعهد الآن في الجامعات أخذوا الثانوية العامة ودخلوا إلى الجامعة أنا يهمني أن يدخل إلى الجامعة بس يهمني الأخلاق أيضا لا نخسر أخلاقه ولا نخسر دراسته والمعهد مجاني ما بيدفع شيء الإنسان ندرس ولدك 6 سنوات مجانا بس نحفظ له أخلاقه نلقى الله بهذا العمل إن شاء الله فنحن الآن نطالب كل ولد كل والد وصل ولده إلى الصف التاسع يتفضل يطالع على التعليم المفتوح ويدرس عندنا إن شاء الله نحفظ له لغته وأخلاقه
وفوق ذلك يأخذ الشرطة السنوية العامة. أي نعم. ثم بعد ذلك في بعض الناس يقول يا أخي أنا لن أترك المدرسة، نقول لا مشكلة، عندنا يوم السبت والأحد وحنعمل دوام مكثف للأولاد حتى لا يتصلوا أيضا الكورونا. أكبر خسارة يا إخوة أن يكون ولدك لا يقرأ كتاب الله عز وجل. نحن خسرنا بلدنا، لا نريد أن نخسر القرآن. إذا أردتم لبلدكم أن تعود فردوا أولادكم إلى كتاب الله عز وجل. لن يعيد ربنا أرضنا إلا بالقرآن الكريم. سيفتح الله فتحا جديدا للمسلمين، ونسأل الله أن نكون نحن ضلائع الفتح. الله يجعل من هؤلاء ضلائع الفتح إن شاء الله. نريد كل ولد من أولادكم ضلائع الفتح إن شاء الله. نجد إن شاء الله ذرية مباركة تحمل الرعاية وتعود لتبقى دمشق وسورية بلدا للعالم وكعبة بالعلم إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم جميعا، ومبارك إن شاء الله لهؤلاء الشباب، مبارك لأهلهم وأوليائهم، ونسأل الله دوام العافية لنا ولكم. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وإلى الفقرة الثانية. عم تسألون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. يا لذكاء المتوفق، كم يمدح الناس وكم أنا أفضلهم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا توما؟ أهلا صديقي، لو سمحت قل الدكتور العالم الفقيه توما. ماذا؟ ومتى صرت دكتور وفقيه؟ ترى لقد صرت طبيبا عالما. لكنك كنت ترصد حضور درس علم في المساجد ولم تتعلم على يد معلم قط، لا قرآن ولا طب، فكيف حصل ذلك؟ لقد صرت طبيبا عالما، بل انني من شدة نفعي للبشر ليس فقط سأعالجهم في الصباح، بل سأحفظهم انا حفظ الله القرآن في المساء والحديث عند الظهيرة. ولو سمعت صوتي وأنا أقرأ لبكيت من شدة الخشوع والتأثير. لبكيت من شدة التخفيص والتأثير. ياه اسكتا، أنتما لا تفهمان لا تفقهان من العلم شيئا، بل تحسدانني. قارون قال يوما هكذا، لكنك كنت وحدك في البيت تخطئ ولا تدري، الله تعالى قال سيدنا محمد فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي كما سنقرأ عليك اقرأ. ماذا؟ لا لا، أنا أكبر من أن أتعلم على يد معلم، أنا عالم، أنا فقيه، أنا كبير. بل أنت في وضع خطير، أين تواضع العلم وصفات العلماء التي لا تؤخذ إلا بمجالسة الدروس العلم؟ قارون قال يوما هكذا، إنما أوتيته على علم عندي فخسف الله ربي الأرض لتكبره وظني أن هذا العلم سبب زكائي، لا بتوفيق من الله. يا أخي لا أستطيع الذهاب لمعلم، ففي الصيف حر وفي الشتاء برد والطريق صعب. تدري كان يقول أبو بكر شعبة عن نفسي وهو أحد القراء السبعة، اختلفت نحو من 3 سنين إلى عاصم في الحر والشتاء والمطر، وكان يقول إذا كان يهديك حر الصيف وكيف الخريف وبكر الشتاء ويلهيك حلف جمال الربيع وأخذك العلم، قل لي متى؟ فكر لكما سائر اليوم، جعلتماني شيطانا وأنا العالم الفقيه الورع العلامة. ثم إن الإجلال لحضرة الموقرة أخرج
السلامة. مرحبا دكتور، لقد علمت أنك طبيب وفحيح هذه المنطقة. نعم نعم أنا. نشوف من حق المريض، حالته سيئة جدا. تعبنا ونحن نبحث عن طبيب في هذا الوقت المتأخر من الليل. حسنا، دعينا نعاين حالته. إنها علة عجيبة. لا، أنا سليم سأعالجك علاجا لا تشفي بعده يوما ما. انظرا هنا الحل، الحية السوداء شفاء من كل داء. حية؟ نعم 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 أيها الجهلة، نعم أيها الجهلة، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتخالف عليه؟ حسنا حسنا، افعل ما شئت. سأحضر الحية الآن. لأرش عليها بعض البهار والسكر أحليها لهذا المريض المسكين. الآن الدواء جاهز. يه لقد مات. ويحق قتلت الرجل. لا هذا قدر. لا بل هذا فيك الكبير، هو الحق عليه. هذا الحديث موجود في صحيح البخاري. أعطي الكتاب لأرى. خذ الحبة السوداء شفاء من كل داء. يا هذا، لقد كان هنالك غبار أسود على كلمة حبة فقرأتها الحية ولم ترها جيدا. لو كان لك معلم لأخبرك قبل أن تقتل الرجل، لكن لا ينال العلم والقرآن متكبر ولا مستحيل. نعم هذا صحيح على أسف. لولا المربي لما عرفت ربي. أخي لن تنال العلم إلا بسكتة سأنبيك عن تأويلها ببياني. ذكاء وحفظ واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. العز بالإسلام يا دنيا اسمعي.
السلام. جزاك الله خيرا واجعلك من الساعدين في الدار. ومع الطلاب الكرام فرقة براعم الإنشاد والمدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم يهدون حبنا وشوقنا لجنابه الشريف، صلوا عليه وسلموا تسليما، فليتفضلوا مشكورين. Yeah.
وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يقول الله عز وجل في القرآن العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل على قلب أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم، فقام عليه الصلاة والسلام في هذا القرآن العظيم وبهذا القرآن العظيم ونشره في أمة أمية لم تكن تعرف القراءة ولا الكتابة. فلما اعتصمت هذه الأمة بالقرآن العظيم، وكانت هذه الأمة قبل القرآن، وصفها الله عز وجل بأنها في ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلما نزل هذا القرآن وعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، صارت هذه الأمة بتمسكها بالقرآن العظيم خير أمة، بشهادة خالق السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الودود، لتحبب هذا العبد بخالقه سبحانه وتعالى، ولأجل أن ينطق أن يجعل الإنسان يستمطر رضوان الله عز وجل بهذه الأسماء وبهذه الصفات. نور الهدى والحق والحق لا من سيد الرسل من المصطفى نور الهدى والحق لا من سيد الرسل من المصطفى وصاحب الخلق الحسن. قال رسول العالمين الصادق الوعد الأمين. الصادق وعد الأمين.
يا خير هذا
يقرؤون معهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الأوقات المخصصة لدروس العلوم الشرعية والقرآن الكريم. وكان للغة العربية قسما خاصا ودروسا خاصة، فكان الطالب يجمع بين علوم اللغة العربية وعلوم القرآن. شهرين مضيا ولله الحمد وانتجت الثمار. واول ما نبدا به التكريم، نبدا بتكريم اساتذتنا الافاضل. ندعو فضيله الشيخ خالد الفرسه بتقديم الهدايا للمدرسين. تفضل استاذ. الأستاذ أبو الخير البغدادي، خليك أفضل جزاه الله عنا. الأستاذ خالد الخير أبو الخير البغدادي، الأستاذ عثمان العش، الأستاذ هشام شبعة، الأستاذ هشام شبعة، ارجع مكانك أبر مهرب خرج من هنا فطلب منه وقرأ
خمسة أجزاء من الدورة الصيفية. الطالب الفائز طلب السيد حسن. الطالب سليمان عجيب. ما شاء الله. الطالب أويس ان شاء الله بصير مثل جده. والله العظيم والله يعني مو حكي والله العظيم الله يرحمه والله اسلوبه يعني عصري جدا كويس كان مناسب اسلوبه لحياته العايشه لانه في ناس ما بتجي الا بهالاسلوب نعم الحمد لله رحمه الله يعني الله يرحمه والله كان عالم ومربي الله. الله يجعل عمله خالص وجهه كريم يعني ما كان تعب الدنيا نهائيا كان تعب الدنيا لا والله وين طاقيتها؟ لابس طاقيتين ما شاء الله نعم على حاله هي اسرع طريقه اسرع طريقه حط صيتين الله يرحمه الله بيش ترحم يا سيدي الله يجمع خاطره ويبارك فيك خلي لك ابوك الله يكرمك ما شاء الله في ميداليات شو تاخذ اخر شيء من الميداليات كان معي سبع نجوم صرفته وهذول اعطوني اياهم هدايا للدين نعم وياكم يا سيدي الله يبارك فيكم يا رب الله يبارك فيكم